واخويا هاد الديور هادو اللي كيقولوا مسكونه، انا بعدا اصلا ما كان امنش بها، ما كان امنش. انا بعدا عندي واحد الدار هنايا كنسكن فيها بوحدي، فهمتيني؟ ما كان امنش انا بهادشي، لان ملي كتدخل تخدم دير توضى وتصلي والمسائل ديالك، فين ما يكونوا هاد الجنون. الجنون كيدخلوا الديور اللي ما كيكونوا فيهم لا الفاحشه والو، اما انت موضي وعلى وضوء وكتصلي وكتقرا القران وكتصنت ليه وكتفرج في المسائل اللي محصونه، فين غيكونوا هاد الجنون هادو؟ وفين داك الصغار داك الشيء غير خرافات؟ على شحال هادو حنا كنسمعوا باللي الديور مسكونه الديور مسكونه، هذاك الشيء غير تخيل ديال بنادم وصافي، ما كان لا دايره لا والو، ما كان لا مسكون لا والو، غير تقع الله ودخل الدار ما كانت حتى. في نظري في الدار المسكونه يعني انا كنايد هذا الموقف، لان كاين فري هذا الشيء عندنا في المغرب، والدائره شائعه ماشي غير تقوى الله في ما لا حوك تسكن في هذاك الشيء خالي ولا شي هادي ولا هذيك، كان متقي الله في ما يدخل ما يخافش، ما عندكش تقوى راك ديما. واش غادي نقول لك؟ يقدر يكونوا يقدر، ولكن بالنسبه كثيره ما كاينينش، لان ولات ازمه في السكن. واش كاين شي دار شي دار ما مسكوناش خاويه؟ لا كل امنش بهم بساطه، نقول زعما ما كنعمل انا داك الشيء كيكون بحال شي واحد شي مس ولا شي حاجه، كنت مع هذاك ما كنقول بنادم كيبقى الاخر في خيال بلي هذيك الدار مسكونه، كيبقى يقول هذيك الدار مسكونه ولا شي حاجه، كنت مع هذاك المس يقول بلي راه سمع صوت مسكون، غير ما كانت حتى حاجه ولا شي كلب ولا شي حاجه، فهمت؟ ولا شي ميكا طرطقات ولا شي حاجه، كيقول هذيك راه صوت ديال الجن. ما نورمالمون هي حاله واقعيه، يعني نامن كنعيد يعني حاجه هذه حاجة واقعية، تقدر أي واحد توقع له في حياته إلا مشى شي أماكن خالية ولا هادي، راه غيطيح في هذا الموقف هذا وغيأيد هذا الموقف هذا. هذا الشيء راه كاين، ولكن خصو الرقية والطرقة هذيك الدار وهادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.